شكرا للزميل بدر العتيبي، وما زالت الأشواط متواصلة والانطلاقات متتالية مشاهدينا الأعزاء. انطلق شوطنا الخامس مشاهدينا الأعزاء، الثالث للبكار، ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول سفانة على المركز الأول لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود العبد الرحمن آل ثاني. دخول وتسلل على سفانة من قبل أفلاك لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، انضم لسعيد بن راشد الزعبي. خطفت أفلاك المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد فيه سفانة. دور المركز الثالث، من هجن الشحانية تتقدم على المركز الثالث واسمها وهيلة، مضمر جابر بن سالم بن فهران، بينما المركز الرابع تتواجد فيه الدانة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، يضمر الدانة عبد الرحمن الكبيسي. ننتقل إلى المركز الخامس، مغيضة على المركز الخامس لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها عبد الله بن نايف الهاجري. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في هذا الشوط، شوطنا الثالث للبكار، وما زالت المنافسات تستمر على أرضية ميدان التحدي. أجواء جميلة للغاية رصدها قبل الانطلاق مخرجنا علي أبو شارب وأيضا أحمد السادة، رصدوا هذه الأجواء الممتازة. الله يجيب الغيث، الله يجيب، اللهم أغثنا يا مغيث. نتمنى أن نرى أمطار خير وبركة على هذا الميدان وعلى هذه البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة. عموما هذا ما توقعوه على الطقس. عودتنا إلى مجريات هذا الشوط وإلى أحداثه، أفلاك على المركز الأول على صدارة الشوط لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. الله، قبل قليل هذا الشعار فاز بنقطة. هوايل 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 قبل قليل أهدت السلام إلى أهل الغرافة، ولكن الشعار العنابي يتقدم في هذه اللحظات على ظهر سلطة من هجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. سلطان يقدم لنا سلطة في هذا الشوط. الله يا سلام، نقترب من لوحة الكيلومتر الأخير، لوحة الكيلومتر الأخير. هناك أفلاك 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 على المركز الثاني من هجن الغرافة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد الزعبي في التضمير. المركز الثالث، وصلت سلام، يا سلام على انطلاقة سلام من هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران في تضميرها. المركز الرابع، الانطلاق من مغيضة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم عبد الله بن نايفة، يقدم مغيضة. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتقدم على المركز الخامس، المركز الخامس أرصاد لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم آل ثاني. هذه النتيجة وعودتنا إلى مقدمة الشوط، الشاهينية على المركز الأول من هجن الشحاني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. الله يا الوهيبي، الله يا الوهيبي. ولكن المركز الثاني، هذه تتقدم هنا خطيرة، تتقدم هنا العبور أو مغيضة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، العبور على المركز الثاني. يا سلام، العبور العبور محمد بن برقان بن مقارح في التضمير، ولكن انطلقت الشاهينية، انطلقت الشاهينية مشاهدينا الأعزاء لتختطف المركز الأول وناموس الشوط. سلام يا الشحان، يا سلام. العبور تحاول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، ولكن الشاهينية حسمت هذا الشوط. تهانينا والناموس لجل الشحانية والمضمر من العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني، عبور لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، مضمر محمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث وصلت فيه سلام من هجن الشحاني، مضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع، أرصاد لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم الثاني. المركز الخامس، مغيضة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر عبد الله بن نايف الهاجري. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم.
لمراكزنا المتقدمة الأولى والشاهينية هي من سجلت ودونت في آخر قائمة هذا الشوط تحمل رقم 13 ولكنها سجلت آخر واحدة وحضرت في طليعة هذا الشوط ووصلت إلى خط النهاية أمام كل المسجلات. عموما هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية 4:28 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني عبور قطعت المسافة في 4:30 جزئين من الثانية. التهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وتهانينا أيضا للمضمر محمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث اللي وصلت فيه سلام قطعت المسافة في 4:32 و 8 من الثانية. تهاني والناموس لجن الشحانية وتهانينا أيضا للمضمر جابر بن سالم بن فاران.